من المدافعين كيمشي ضربتي جزاء، خصوصا ضربة الجزاء الاولى كانت في اول دقيقه من الشوط الثاني، هي اللي شيء ما كما كنقولوا بعض رات الاوراق تاع فريق شباب محمديه. لكن على العموم المباراه كانت مزيانه، خصوصا في الشوط الثاني من جانب فريق الفتح الرباطي اللي كان هنئ من هذا المنبر، وفريق اللي هو عريق وكبير وكيستحق البقاء في القسم الوطني الاول. بالنسبه لنا حنايا اليوم كما شفت التشكيله كانت غيابات وازنه، اللاعبين الاساسيين يمكن اربعه لاعبين اساسيين كانوا غايبين اليوم. حاولنا باش نجربوا بعض اللاعبين الشباب كالزمراوي وكناقوس في الشوط الثاني، كاحمد لاعب المحترف من اليمن، فباش نشوفوا المستوى ديالهم ان شاء الله في الموسم القادم. على العموم مبروك لفريق الفتح الرباطي اللي يستحق ثلاث نقاط في مباراه اليوم.